قامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون مع الجهاز الوطني للإيرادات بتفتيش 132 محلاً ومنشأة تجارية في عدد من المناطق التجارية الحيوية في مختلف محافظات المملكة. الحملات التفتيشية تأتي للإطلاع على آلية التطبيق السليم للقيمة المضافة بنسبتها الأساسية المعدلة في جميع المنشآت التجارية ونشر الوعي بالآليات الواجب اتباعها خلال هذه المرحلة. وتم خلال الحملات رصد 133 مخالفة تستوجب فرض الغرامات الإدارية التي قد تصل إلى 10,000 دينار بحريني وفقا لقانون القيمة المضافة، إلى جانب رصد بعض الحالات التي قد تعد من حالات عدم الامتثال السليم لتطبيق القيمة المضافة وفقا لقانون القيمة المضافة، والتي استوجبت غلق 4 محلات تحفظيا. وبناء عليه فإن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والجهاز الوطني للإيرادات بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة وإحالة من يثبت ارتكابه لأحد جرائم التهرب من القيمة المضافة إلى الجهات المختصة لتحريك الدعوى الجنائية في مواجهته. ودعت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والجهاز الوطني للإيرادات المنشآت إلى الالتزام بتطبيق آليات المرحلة الانتقالية للقيمة المضافة والتعامل بكفاءة ووعي تحقيقا للتطبيق السليم للقيمة المضافة. من جانبه شدد الجهاز الوطني للإيرادات على أهمية تضافر جهود كافة الأطراف المعنية لإنجاح المراحل المختلفة للتطبيق، داعيا المستهلكين وكافة المواطنين والمقيمين إلى تقديم الشكاوى عند ملاحظة أي مخالفات أو تجاوزات لقانون القيمة المضافة أو تطبيق القيمة المضافة بنسبتها الأساسية المعدلة، وذلك عبر قنوات التواصل الرسمية للجهاز.